لا باش تنفوا صافي واجد هنا يا الوالد هنا الوالدة جو سوي بري صافي واجدة على ضرب هنا اوكي هير وي جو مساء النور تي واشوتين واشو ايوا بصحتكم الفاتور الصيام مقبول يقبل علينا ان شاء الله يا ربي امين صليو صليو في الديور ديالكم التراويح ايوا هذاك الشيء اللي قدر الله مرحبا بكم في الحلقه جديده اذا لب وعسل اليوتيوب النقعه والقرقع ديال اليوتيوب الناس زوينين فقط اللي جمعنا كيتشاهدوا هذه القناه البسيطه مرحبا بكم في الحلقه الثانيه من برنامجكم ارث الاجداد كنز للاحفاد ارث الاجداد ها هو كنز للاحفاد بطبيعه الحال اذا كيف ما عودناكم بان البرنامج فيه اربع فقرات بالتالي أود أولا أن أشكركم كثيرا لأنكم دعمتونا وشجعتونا في التعليق في الحلقة الماضية لهذا إلا كنتوا أول مرة كتدخلوا عندنا ما تنساوش تشجعونا بزر لايك لهذا الفيديو واشتركوا في القناة إلا كنتوا أول مرة تشاهدونا بطبيعة الحال يلا ولدي نوردين ندوزوا لدوير الزمان إن شاء الله إذا الفقرة الأولى اللي هي دوير الزمان الوالدة درتي لي بحال النينجا لا 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 ولدي لا الله شحال هذا ها 97 لا 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 سير على الله اذا كيف ما عارفين انه فقرات دوير زمان تيخص الوالده تغمض ليا عينيا وتحاول تحط لنا هذاك الصندوق العجيب والغريب اللي قدرت توجدو كتجمع فيه مجموعه من الاغراض اللي ورثتها من جدودها من والدها الى غير ذلك اذا خصنا دابا صندوق الوالده هيا هو وجد ولدي نوردين الصندوق مستعدين البنات واش مستعدين الدراري يلا شوف شوف يلا سير الوالد عندك عاوتاني نجبد شي عجب يلا يلا نوردين يلا شوف 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 غنجبد على الله عاوتاني شوف 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 لا الله عاوتاني الله اجدان واحد واحد الحاجه يلا يلا زيد زيد واحد واه انا زين انا الله شوفوا عاوتاني
اش موجود عاوتاني في دوائر زمان؟ الله عليك. يلا عندك شي عجب عاوتاني. الله 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 عندك. شوف شوف واش 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 غادي تعرف شنو داك الشيء هذا؟ هاي يلا شوف. مدرسة صغيرة؟ لا مدرسة صغيرة باش كيهزوا المدرة. لا 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 ولدي لا انا ردن ديالي لا. طادشة طادشة. لا لا ولدي لا طادشة. لا هاديك باش كديروا طادشة هكا؟ لا لا ولدي لا. حاجة أخرى. واش جوج هادو؟ جوج 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 داكشي ديال النيلجا. والله الوالدة ما عرفتش. وانت يمكن كتشوف. ما كنشوف والو. كنشوف غير علاش قلت لي هذا الشيء؟ النينجا النينجا عندهم بحال هادو ما عرفتش انا. لا والو الوالدة داك الشيء اللي طاح في راسي راني قلته. هذاك ساخي مشوا تسينتشا قلتلنا انت على الله. خليو هاد الشال هكا سير نكملو بهاد الشال هذا راه جا مزيان هكا. الله الوالدة هادو راه ديجا هضرنا عليهم شي مره يمكن كيخدموا بهم العيالات شي حاجه كيمشطوا بهم العودان العود كيشدوا كيمشطوا به. لا لا ولدي لا. ايوا شنو علاش؟ لا عندك ثلاثه د الحلول. عندك الوالد ديالك ايوا غادي يعاونك ولا شي واحد كتعرفو تسوني في التليفون غادي يعاونك. لا قلب في الانترنت. اودي شنو غادي نقلب في الانترنيت؟ غنقول لهم واش انا ما عارف حتى السميه ديالهم؟ واش غادي نكتب لجوجل باش يجاوبني؟ صراحه ما عرفتش اخوتي. احنا وصلنا لهذه المرحله اللي غادي نضطر انني نحاول نصوني على شي شخص ونشوفوا واش يقدر يعاونني نتعرف عليهم ولا لا. تبعونا. اذا اخوتي اختاريت انني اتصل مكالمه واتساب على شي واحد اللي تنعرفو ونشوف واش يقدر يساعدنا ولا لا. اذا غادي يطلع السكرين ديال هذا السيد اللي تنصوني عليه. على الله ما عارفش كاع راسو واش غيدوز البرنامج واش ما غيدوزش. السلام عليكم. اكي دايره خالد بخير؟ اسير شي بلاصه فيها الانترنيت سير. وحلت في واحد الحاجه كتوريها ليا الوالده وبغيتك تعاونني تعطينا السميه ديالها. والمهم لك الكلمه هضر مع المشاهدين وبعد عاوننا وقول لي اش هاد العجب هذا وشنو سميتو. اطلقنا راه الوالده غتجري عليا. اقول لي اش هاد الشيء خالي؟ غادي نجري عليه. هاد الشيء خالي جبدناه من واحد الصندوق وبغينا نعرفو شنو هو هاد الشيء هذا. راه ما عرفتوش انا. بغيت نعرف السميه ديالو راه وحلت فيه. هادي شي حاجه قديمه. عاوني عاوني راني داير استعانه بصديق. الراتو الراتو من لا خالي لا هذاك الشيء اللي قلت ليها. أغسنت ليش أنت كملت الناس ما مشطنا تقدوت ندات تقنها تقدوت. لا 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 أشنو خالي عرفتي؟ أما خالي قول لنا شنو آخر حاجة. اذا هادشي اللي اختاريتي صحيح. الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك اخالي. اقول اخر كلمه يلا. تبارك الله عليك. بالفعل صحيح. الله يحفظك اخالي. شكرا. تبارك الله عليك. راه خويا الصغير اللي عاونك هادشي هذا. العيالات ديالنا ديال الدوار ديال الزمان كيديروا بهم سلهام دي حوناش. لا مشط نطادوفت لا تقنت سماها ها لا تقنت ما يدوفت لا تقنت تادوفت لا تقنت كد صادوفت على مشط نتا تقنت ما كانوا كيستعملوا الصوف هنا تيدخلوا هنا الصوف وتيبداو يطلقوها يا كيما هي يا ولدي. البعض تيحوناش لا تقنتنا ولدي نور الدين دي الزمان بحال اللي زار.
بحال لي زار كيلويو كيلويوهم العيالات من ايه هنا لا ماشي العيالات الرجال. الرجال. اذا نتمنى انكم تشاركونا في التعليق، قولوا لينا شنو كتسميوها نتوما في المنطقه ديالكم. اما دابا خليكم معايا دوزو الفقرات. ايه هنا انت مزوره شوف الوشو ناتي وشوتين الناس ديال الزمان الناناس والجين امزورة من نينين الدورة. شنو زعما المعنى منه؟ ايوا صافي اول غيقدمنا كلا ولدي نورتي، يعني الهضره المعقوله قالوها الناس شحال هادو. اييه قالوها الناس شحال هادو، يعني هاد الحكمه هادي بغات تقول الوالده انه الناس ديال شحال هادي. بزاف ديال الحكم وبزاف ديال الدلالات والمعاني قالوها في الجيل ديالهم، وما خلاو لنا حنا الشباب ديال هذا الوقت نقولوا شي حاجه. يعني حنا ما بقيناش كنسمعوا بلي انه الجيل ديال مثلا الالفينات او التسعينات واش خلى شي كلام ولا كيتداول به اثناء الحياه اليوميه فاش نكونوا كنشتغلوا بشي حاجه. ما كان ما يعني ما كنرجعوش لواحد المصدر نقولوا وقالوا شباب ولا قالوا شي حاجه، هكذا غادي تكون حكمه اليوم. اما الان فخليونا ندوزوا ان شاء الله للفقره الثالثه ان شاء الله اللي هي اوال نتمازيغت. اول نتمازيغت او كلمات امازيغيه اللي هي فقره تنشارك معكم بعض الكلمات اللي نتمنى ان شاء الله مورا ما يسالي هذا البرنامج تكونوا خديتوا واحد الباجاج بطبيعه الحال من الكلمات اللي غتبقى تستعملوهم وتقدروا تواصلوا بهم مع اي شخص امازيغي تلاقيتو. وهذه الكلمات اللي تنقولوا فهي من اللهجه الامازيغيه الخاصه بنا في بلادنا. ما يخص فقره اليوم فهي غادي تكون اجابه عن الكلام اللي تداولناه في الحلقه الماضيه. شكون اللي كيتذكر معايا شنو قلنا في الحلقه الماضيه اللي فيها ازول من مينو از لاباس غورش اللي هي سلام ولدي واش انت لاباس عليك، ازول في اللون شتماس وشتما تمشى سان جاوب يما ايوا وال ام زوارو ناس نيت ازول ام مينو از لاباس غورش ما مش خسير من ميس لاباس يما صحاخ تهنا الوقت تفجال وقت. الإجابة الثانية أيما ديال أزول في اللون الواشوتي واشوتين، فالإجابة ديالها غادي تكون الحمد لله تفجج الوقت نبرع ولا غاستهنى بخير. ودا الوقت تحلى الوقت تحلى الوقت دونش يعني هذه هي الإجابة. هذوما الكلمات اللي كنستعملوهم في الإجابة على أي شخص. أما حاليا فغادي نوصلوا بطبيعة الحال للفقرة الأخيرة اللي هي كتعتبر فقرة ترفيهية وكتشاركوا معنا فيها بطبيعة الحال اللي هي حاجتكم وما جيتكم تنفس. ايوا برافو عليكم اتي واشوتين الواشو جاوب مخاخ تنفس النا ديال الحلقه النيزريان راه تنفس ناش متنيق ديال الحلقه النيزريان ازليف لاندس سبعه يخوبان. بطبيعه الحال اذا كانت هي الراس والسبعه الثقابين اللي فيه هو الفم النيف العينين والودنين ياك. اييه حاجت لكم وما جيت لكم دير يازن اينو والسنقاع تاع عمان. الله عليك كيرياز نينو والسنقاع تاع عمان ترجمه ديالها بالعربيه باش حتى الناس اللي ما فهموش الامازيغيه بطبيعه الحال يتفاعلوا معنا ويشاركوا معنا في هذه المسابقه اللي هي الرجاله ديالي كاملين دايرين الرزوز. لان هكذا كانت حلقه اليوم بطبيعه الحال اللي بعنوان امشضن اللي ما قدرتش نتعرف عليهم واضطريت اننا نختار مرور الخال ديالي معنا. نتمنى تكونوا بطبيعه الحال استمتعتوا معنا في هذه الحلقه هذه، فشكرا جزيلا للايك ديالكم والدعم ديالكم. لا تنسوا بطبيعه الحال ارسال هذا الفيديو للاصدقاء ديالكم العائلات ديالكم فين ما كانوا باش يقدروا يتفرجوا بطبيعه الحال فينا. انا كنحاول نتكلم بهذه اللغه مره لغه عربيه مره دارجه باش يتثنى ان شاء الله للجميع مشاهده حلقاتنا وفهم ان شاء الله المحتوى الموجود عليها. ايوا تي واشوتين الواشون ايوا بداك يعاون غرمطان التنظيم تخنخيس بعد سيدي ربي هاد الوباء ان شاء الله. ايوا سومو ايوا جلسوا في الديور ديالكم الله يوصل ليو
نتلاقاو في الحلقة المقبلة بإذن الله. إذا نراكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. تهلاو لينا في راسكم، وكنبغي نقول لكم تهلاو في الوالدين ديالكم، في خوتكم، في عائلتكم. نطلب لسيدي ربي غادي يحن علينا، يحن عليكم كاملين كاملين. يا الله، يوفق. السلام عليكم. السلام عليكم.